لعله كان حلما لهذا المدرب الشاب أن يفتتح قاعة لتدريب فن القتال لكل الفئات رغم كل الصعاب. أنا جلال زوغار، مدرب في الرياضات القتالية ومدرب في اللياقة البدنية. بالنسبة للرياضات القتالية اختصاص كيك بوكسينج، كامبو فايتينج، أماما. فتحنا هذا الصالة بوسط مدينة طيف لاستقطاب هواة هذه الرياضة، والحمد لله عدنا أبطال دولية ووطنية من كل الفئات منخرطين معنا إناث وذكور. أنجبت هذه المدرسة أبطال ينافسون في بطولات داخلية ودولية. سامي مسحي من مدينة طيف من نادي WF، هو مقاتل أمامي يشارك في عدة بطولات وطنية ومشارك خارج الوطن، وبإذن الله الحلم تاعنا مازال بعيد ونشاركوا في بطولات عالمية ونفرحوا النادي تاعنا ونفرحوا مدينة طيف خاصة وبلد الجزائر عامة. شاءها أن تكون مدرسة رياضية لأنواع فنون القتال والرشاقة البدنية. سن 59 سنة ننطرين هنا في هذا الصالة، هذه عندي مدة 7 شهور. الأول يعني جيت كتجربة برك، ومن بعد عجبتني قعدت. غياب الإعانات المالية من قبل الممولين بستيف يقف حاجزا أمام أصحاب هذه الرياضة التي لاقت إقبالا واسعا من أبناء المنطقة.